كده رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم فقراتنا. والحقيقه الفقره الثانيه هي فقره مهمه جدا جدا لانه هي فقره مختلفه. ازمه صناعه القاده في العالم كله يمكن هي مشكله مش بس بتواجهنا في الدول العربيه لكن زي ما كنت بقول بتواجهنا في العالم كله. شرم الشيخ في مصر اتعمل مؤتمر اقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا للتنميه والتبادل القيادي، وشارك في المؤتمر ده اكثر من 250 شاب وفتاه لمستقبل طبعا احسن. دليل قولي لي المؤتمر ده اتعمل في المغرب، استضافته المغرب في 2007، تونس استضافته في 2008، ومصر استضافته في 2009. استضافة مصر للموضوع كانت عاملة ازاي وايه الاختلاف ما بين 2007 ل 2008 ل 2009 ورايحين فين 2010؟ عايز اعرف. طيب هو احنا الجمال الموضوع ان احنا اتعلمنا من كل اللي نظموها قبل كده، فكلمنا مع المغرب وكلمنا مع تونس وخدنا خبراتهم، وبعدين الفريق اللي قعد ينظمه هنا في مصر خد الخبرات دي وحطها في المؤتمر، وكان الحمد لله الناس عليها يعني استقبلته بشكل حلو. بالظبط. وخصوصا المكان كان في شرم الشيخ فالناس برضو طبعا بيحبوا شرم الشيخ. اتكلمتوا في حاجه مهمه جدا في المؤتمر وكان دور شباب الشرق الاوسط وشمال افريقيا ازاي يتغلبوا على الازمه الماليه. قولي لي النقاش ده وصل لايه؟ هو النقاش كان عباره عن وعي الاول عن الأزمة المالية وكده، واحنا دورنا ايه دلوقتي في كشباب. ف احنا كشباب اقتنعنا ان لا احنا مش مفروض نكون باصين على المشكلة بس باصين ازاي ان احنا عايزين نستغل الوقت الجامد ده عشان نكبر قوي كخبرات ونكبر قوي كإضافة للمجتمع. فكل واحد قعد في خلال المؤتمر يتكلم على هم نفسهم يبقوا ايه وازاي منظمة ايسك ممكن تعرف تساعدهم في فترة، بس بعد كده اما يخشوا الحياة العملية ان هم خلاص ينطلقوا في يعني هي تحطهم على اول السلمة. بس بالظبط. بس يعني على اول السلمة بس من طريق المجتمع محتاج ايه يكونوا متفائلين يعني وايجابيين. بالظبط. ما بيبصوش على الناحية المشكلة بس. على المشكلة بس. تدربي حد او انك تاهلي حد على انه يكون قائد لمجتمع او ان هم يكونوا بيقودوا مجتمع، اعتقد ان دي حاجه صعبه جدا. بتاهلوا الشباب ازاي وايه اهم حاجه تهمك في ان في الشخصيه اللي انت شايفه ان هي فعلا من حقها او فعلا هي مؤهله ان هي تقود مجتمع؟ احنا في ايسك بنبني الناس على اربع حاجات. اوكي. اول حاجه ان هم يكونوا active learners. ايوه. فبمعنى ان هو مش مستني ان المعلومه تجيله، هو اللي بيجري ولا هارد وركر يعني وبيشوف شغله وهو حابب الموضوع اكتر. بالظبط. نشيط يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت عندهم اللي هي عايزين يتعرفوا عن ثقافات مختلفه. فبنديهم فرص ان هم يسافروا كتير ويشوفوا الدول الاخرى، وفي نفس الوقت في ناس كتير بتيجي من دول بره وبتيجي تشوف الثقافه المصريه. حاجه تانية يبقى عندهم حس اجتماعي، يعني هو بعد ما بيخلصوا ايسك بيبقى برضو ليهم صله بان هم بيحاولوا يحسنوا من المجتمع في مجال ما. واخر حاجه واهم حاجه بالنسبه لي هي بنبني ناس entrepreneurs، بمعنى ان بعد كده بيبقوا عايزين يفتحوا مشروع ليهم وذر حاجه في بيزنس او حاجه للمجتمع. بس المنظمه بتواجههم ان هم ايه اللي هم المفروض يفكروا فيه، العالم محتاج ايه دلوقتي، مصر كالناس اللي في مصر. خريجين فاتي ايه بقى من التجربه دي؟ ايه اللي اتغير فيكي يعني؟ كون ان انا اعرف اقعد هنا دي يعني دي حاجه كبيره قوي، ان انا ما كنتش عارفه اتكلم ولا عارفه اعبر عن نفسي وكده. دي من ناحيه، بس الناحيه الثانيه ان انا بجد عرفت انا عايزه اعمل ايه في حياتي. انا كنت داخله الجامعه مش عارفه بالظبط عايزه افيد المجتمع او حطيتي اهداف قدامك. بالظبط. وانا من خلال الجمعيه سافرت كذا بلد ومنها عرفت اعمل اصدقاء يعرفوا يساعدوني بعد كده في المشروع اللي نفسي اعمله. وفي نفس الوقت عرفت ناس في مصر يعرفوا يساعدوني في ويمكن هي دي اكتر حاجه بيبقى الشباب مفتقدها بعد ما بيتخرج من الجامعه، ان كله بيتخرج بيبقى مش عارف اروح فين اعمل ايه، اشتغل حاجه بالشهاده بتاعتي. بالزبط. ولا اعمل حاجه انا بحبها. يعني ناس كتير بتواجهها فعلا المشكله دي. بالظبط. فهي حطت بالنسبه لي هدف، وفي نفس الوقت ادتني فرصه ان انا اساعد في تنميه ناس ثانيه والناس الثانيه تساعد في تنميتي انا كداليا يعني.